شو اقول له هسه؟ وش قال لي رقم تليفوناتي 7 و6؟ لا لا مو رقم تليفوناتي، اذا رقم ايه؟ على القوه الجويه ارقام تليفونك. اذا رقم تليفونك الباشا ما خلى حسابهم، ايش قد؟ ما خلى عيد ليهن جول، ما قولهن عيد ليهن. ايش قد؟ شنو ايش قد؟ ايش قد؟ 7 و6؟ ايه ضيف له 9 مال الهند. انت ليش من غلبكم الهند؟ قرعه قرعه زامر ايدي ضيف. انا ايش كم 4 غالبك؟ غالبني 4. كم 4 غالبك؟ انا غالبك 7. ها؟ انا غالبك كم 4 غالبك؟ انا غالبك 3 5. زين 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 بالعجدي. هي الهند هي الهند بال 92 بها طابت غلبك 9؟ الهند الهند بال 92 اي طبعا طبعا. انا ما علي بالتيك توك، لا بال 92 كان حتى تيك توك ما عندهم مشي غلبوكم. انا غالبك 7. زين خلينا نحكي بلغه الاحصاءات. نعم كابتن. قبل لغه الاحصاءات بالبلازما بالعجدي انا غالب القوه الجويه 4-1 بالبلازما بالعجدي. اخر اخر مواجهه الله يرحم ناظم شاكر بعد بالاجدي ما غلبكم ناظم 4؟ اني لا لا ماكو شانس. سعد ناطق جولين هاي بعد ما نازل مصطفى كريم جول بعد ما نازل. شنو ما نازل؟ لا بالاجدي شباب انت بعدك شاب. شنو ما نازل انت بعدك شباب؟ لا انا مو شباب. لا لا شباب انا راح يصير عمري 60 سنه. لا روح انا مواليد 62. روحك خضره لا تكبر روحك. لا خلينا نحكي بلغه الاحصاءات. لغه الاحصاءات 75 مباراه بين الفريقين. نعم القوة الجوية فاز 25. اي والزوراء فاز 27. 27 والتعادل 23. هذا اللي هي للاخوة. اي باكر مكتب الاعلام النادي باكر باكر 28 ان شاء الله. يعني الزوراء اكثر فوز ب هسه احنا ايش 27 احنا 27 والظروف اللي مرينا بها احنا قبل هسه خليني اكمل يا عمو. ايش مرت الظروف يا اخي؟ لا لا اترجاك عمو اترجاك. شو انتم كلبين بالظروف؟ اترجاك 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 حتى